ومن الآيات المباركة في القرآن الكريم ما أنزل الله تبارك وتعالى على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم في سورة ياسين. انظروا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، انظروا ماذا قال الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. من هم أكثر الناس؟ إن هذه الآية المباركة حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو أنت إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد هدايتهم وإنه حريص على هدايتهم، إنهم لا ما بمؤمنين، إنهم سوف لا يؤمنون بك. إن الله قد أخبر عن ذلك، وإننا نعلم جيدا إن كل الناس أسلموا إلا اليهود والنصارى، قليل يهود النصارى في الذمة، أهل الذمة لم وكثير حتى من اليهود حتى من النصارى كثير منهم أسلموا، ولكن الله لا يتحدث عن الإسلام، يتحدث عن الإيمان. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو أنت حرص. وانظروا إخواننا الأعزاء ماذا قال المفسرون في ذيل هذه الآية الكريمة. هذا تفسير جامع البيان، أن تأويل آية القرآن الكريم لعالمهم العلامة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، الجزء الثالث عشر طبع دار الفكر، طبع سنة 1430 في دار الفكر في بيروت. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، سورة يوسف عليه السلام، يقول جل ثناؤه: وما أكثر مشركي قومك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أكثر مشركي قومك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما هو قوم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قريش. قريش. وما إن الآية عامة، آية عامة ليست فقط في قريش. أكثر الناس، الناس الذين يعايشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاصرون في عصره في زمانه، وإنهم قريش وغير قريش من بقية قبائل العرب، ولكن بطريق الأولى قريش. إن أبي ابن جرير الطبري يخصص القريش، ولكن ليس الآية خاص في قريش، نحن نعلم ذلك، ولكن في بقية الناس أيضا. يقول: وما أكثر مشركي قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن نفسر القوم بالعرب. وما أكثر مشركي قومك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو حرصت على أن يؤمنوا بك فيصدقوك ويتبعوا ما جئت بهم من عند ربك بمصدقيك ولا متبعيك. لا من عند ربك، لا أبلي. وما أكثر مشركي قومك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو حرصت على أن يؤمنوا بك فيصدقوك ويتبعوا ما جئتهم به من عند ربك بمصدقيك ولا متبعيك. إن الله قد أخبر عن ذلك، إن وما أكثرهم بلي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا أعزائنا المشاهدين، إذا قلنا إن الصحابة كان لهم دور في ظلامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإن ذلك إقصاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن الإمامة، وقتل فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وغصب فدك، وتأمير آل أبي سفيان على بلاد عظيمة في الشام، إن ذلك جرت إلى معركة صفين أولا، وإن معركة كربلاء هو ليست إلا ما جرت في صفين إدامته وحلقة أخرى ومن مرحلة أخرى من معركة صفين، إن ذلك قول واضح جدا وهو حقيقة التاريخ، لا ينبغي الشك في ذلك. فإذا الآية المباركة يخبر عن ذلك: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إن هذه الآيات في عموم الصحابة، في عموم الصحابة وليست فقط في بني أمية،